أقيمت في كنيسة مارنقولة في بلدة بيت جالا بفلسطين خدمة الغروب وتقاريض جناز والدة الإله مريم العذراء بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع محدود من المؤمنين، حيث تلا الخدمة تنظيم مسيرة حاشدة طافت شوارع البلدة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في بيت جالا بخدمة الغروب ورقاد والدة الإله العذراء مريم وتقاريض جناز والدة الإله بحضور رئيس دير الروم الأب أغناتيوس والإيكونوموس بولس العلام والأب يوسف الهودلي والأب إلياس زعرب وجوقة الكنيسة وعدد من المؤمنين، وذلك في كنيسة مارنقولة في بيت جالا. وبعد صلاة الغروب وتبريك الخمس خبزات أقيم جناز لوالدة الإله الفائقة القداسة، وبعد الانتهاء من الصلاة ابتدأت المسيرة تقدمتها المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جالية، وأيقونة لأمنا مريم العذراء حملت من قبل الكهنة وجوقة الترتيل والمؤمنين، حيث ابتدأت المسيرة من كنيسة مارنقولة على وقع أجراس الكنيسة ومعزوفات المجموعة الكشفية وترتيل لأمنا مريم العذراء، ومروراً بشوارع بيت جالا وصولاً لكنيسة العذراء مريم في وسط المدينة، حيث اجتمع المؤمنون كرعية وأسرة واحدة، ومن ثم تم إعطاء البركة والتبارك من الأيقونة التي زينت بالرياحين. اليوم رعيتنا في بيت جالا احتفلت في عيد انتقال والد إله إلى السماوات. طبعا احنا بنعيد اليوم لأننا بصلوات في كنيسة مارنقولة بصلاة الغروب مع صلاة تبريك الخمس خبزات، وبعدها كان عندنا جناز لوالد إله دائمة ببتولية مريم، ومن ثم عملنا دورة في الشوارع مدينة بيت جالا وصولا إلى كنيسة العذراء مريم، حيث نحتفل غدا صباحا في القداس الإلهي في هذه المناسبة العظيمة. شعبنا طبعا اليوم كثير مبسوط في هذا الاحتفال، لأنه إحنا اجتمعنا كنا كرعية واحدة كأسرة واحدة، بغض النظر عن الحوادث اللي بتصير حوالينا، عن خلنا نقول الموضوع الفيروس كورونا اللي بحارب كل المناطق في فلسطين وخاصة في القدس. إحنا ما قدرنا انه مؤمنين يصلوا لستنا مريم اللي هي في الجثمانية، فاحنا اليوم نحتفل وبنعطيهم الفرحة الروحانية في مدينة بيت جالا، لانه كمان غير انه الوباء الموجود في فلسطين انه كمان الحدود ما بينه وما بين القدس، اي ما بين الضفة وبين اسرائيل، مغلقة لاسباب امنية وصحية. ما في عندنا تصاريح للمؤمنين المسيحيين في هذا اليوم، خاصة الارثوذكسيين محتفلين في عيد رقاد وانتقال والد إله. كل سنة وانتم سالمين. عيد الرقاد يؤكد على السر الذي كشف بالتجسد وعبر بالصليب والقيامة رافعا ايانا الى السماوات ومرسلا لنا الروح القدس. فوالدة الإله كلية القداسة التي لا تخفل بالشفاعات والرجاء الغير مردود في النجدات لم يغبطها قبر ولا موت، ولكن بما أنها أم الحياة نقلها الرب إلى الحياة الذي حل في مستودعها الدائم البتولية. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة والدة الإله العذراء مريم بيت جالا.